السلام عليكم. طبعا يا شباب، احنا قلنا ان شاء الله الاسبوع اللي جاي اليوم الاربع عندنا امتحان. خلاص انت متفاجئ. ف قلنا بدل ما نجيب موضوع والناس تتلخبط فيه، ففي فكره كده ايه لقيناها احسن. يعني انا اعطيك من النهارده خمس مواضيع. خلاص الخمس مواضيع دول حضرتك هتفتح النت وتدور فيهم، تشوف ايه الكلام اللي بيتقال فيهم يوم الامتحان. تمام؟ المواضيع اهي: wars، حروب، peace، سلام، bringing up children، تربيه الاطفال، new methods of learning language، طرق جديده لتعليم اللغات، what is the item of technology او technological item. تمام؟ lacks your house، اللي بينقص الايه؟ البيت عندك. for you او ينقصك انت شخصيا يعني. خلاص هتيجي يوم الامتحان وانت داخل، في موضوعين، في موضوع في الهلو تمام، وفي موضوع في الايه الثاني على المنهجين. ها موضوعين يعني 90 كلمه، ال 90 كلمه تمام فين؟ في الهلو. الثاني عاوز منك 10 جمل. خلاص اللي هو في المواضيع دي، ال 10 جمل في المواضيع دي. وانت داخل هيقول لك انت يا ابني موضوعك عن بيس. تمام؟ ورقتك يبقى فيها كذا. متغير. هيجي لك انهي فيهم بقى ما تعرفش. ايوه. امبارح معلش ما قدرتش احضر الحصه، كانت الكهرباء عندنا قطعه والشبكه كانت وحشه قوي. طيب مفيش جت في وقت متاخر. مفيش مشكله يا مرة. ماشي. خلاص يا شباب، في شيت احنا برضو النهارده قلنا ريفيجن. بس هبتدي الاول بشرح حاجه كده اللي هي الرول، عشان في ناس في المجموعه الثانيه طلبتها. used to. خلاص مش عايز كلام لو سمحت. used to، used to بمعنى اعتاد ان، هي لوحدها كده زمانها past. تمام؟ ما اقول لك كده he used to play football. معنى كده افهم ايه؟ ان هو ده حاجه كانت in the past. خلاص in the past. في البريزنت لما اجي انقلها للبريزنت هقول كده ان هو he doesn't play football any more. لم يعد، خلاص لم يعد يلعب باسكت اللي هو الفوتبول. او بطريقه ثانيه برضو هقول كده he no longer، كلمه no longer على بعضها كده شبيهه لنيفر، بس هي معناها لم يعد، خلاص ما بقاش. he no longer واحط plays، he no longer plays football. يجي لي برضه في جمل ثانيه يقول لي كده، دي كده فيهم مشكله. نفي used to في الباست ايه؟ didn't use to، واجيب برضك فعل ايه؟ must. ده النيجاتيف من، ده النفي من. طيب نيجي لموضوع ثاني، ما يجي يقول لي he used to be clever. يبقى الكلام ده كان في الباست فقط. He used to be clever. But now he، يقول لي بقى he doesn't ولا he isn't. التعامل مع used to كان بعده فعل ايه؟ verb to be. verb to be ده لما اجي انقله البريزنت يبقى ايه؟ يبقى ام يا ايزي يا ايه؟ يا ار. يبقى but now he، يبقى he is. انما لو كانت كده he used to travel، ده هنا التعامل بعد used to كان action. يبقى but now ها he doesn't. وتخلي بالك طبعا لو كان الكلام بداية يبقى now they don't، هنا they used to be clever، but now هتبقى زي ايه؟ aren't.
ده الكلام نخلي بالنا منه ده. طيب نيجي لنقطة تانية، يقول لك ماشي في يوز تو متعلقة بالباست. لما اجي اقول لك بقى هي، انسى بقى الكلام اللي فات، جملة كده بيقول لي هي بلايز فوتبول، هي بلايز فوتبول، تمام. يجي يقول لي استخدم از، طبيعي هتلاقي الطالب يجي جاي كاتب كده هي از بلاينج فوتبول، غلط، غيرت زمن، ده كان هابت، انت كده خليت لي ان هو دلوقتي بيلعب كوره، لا انا عايز برضو معنى ان هو معتاد على ان من عادته ان هو يلعب. يبقى هتقول لي في بقى يوز تو ثانيه في البريزنت، ام او از او ار يوزد تو، دي بقى بيجي بعدها فيرب اي ان جي. يبقى نقولها ازاي كده؟ هنختار فوق كانت هي يبقى هي، نختار معاها از واكتب يوزد تو، used to playing. فيها مشكلة كده؟ حتة either و neither. طب هتيجي فيها أمثلة في الحل دلوقتي. ماشي هنبتدي بشغل الري رايت عشان هو كان ناقص في المجموعه الثانيه. تواصل من اول فايند كاركت ميستيكس او سوري. حضرتك بس عشان طبعا ايه الحصه امبارح هم بداوا بالتشوز، فاحنا لو ما قدرناش نكمل انا هبعت الحصتين خلاص. اول جزء معاك في الحصه الثانيه هي فيها التشوز، لو في حاجه ناقصاك او مش فاهمها دي ليه ابعت لي على الواتس انا اجاوبك خلاص. نبتدي. بسم الله الرحمن الرحيم. مازن علي از ماي بيست، لو ما فيش فريند ومفيش ماي يبقى علي إيه ذا بيست ايه؟ ها؟ إيه ذا بيست فريند؟ ماشي، انما هنا از ماي بيست على طول، يبقى ما ينفعش اقول ماي ذا بيست او ذا ماي بيست، لا خلاص. ذا دي بتيجي للتعريف، صفة الملكية أيضا بتعرف، يعني مش لازم أقول ذا خلاص، ماي فريند يبقى ديت بيست. تو شي از ايجيبتس فيرست، برضه نفس الفكرة. Who is إيه علي أور كريم؟ تولر. وهنا سأقف قليل. نيجي في الحتة ديت، لما كنا بنقوله Who is not of the two؟ Who is the tallest ولا تولر؟ The taller. The taller. Who is the taller? Who is the taller? طالما قايل لي of the two، قايل لي اثنين يبقى of the two يبقى the taller of the two. Who? The boys have the same. Same دي صفة معناها نفس متشابه خلاص؟ طيب old يعني ايه؟ عمر أو صفة برضو قصدي كبير السن، أنا عايز اسم بقى بمعنى عمر يبقى زي the same ايه؟ age the same age. رينات football is more he plays as he as his friend well
طبعا دي بلايز، لو اتغيرت لإز يبقى الجملة ما فيهاش غلط. He is as good as his friends. إنما هو هنا بيقول لي عايز adverb لأن عندي action، لو عجبوه لأن عندي action. الأكشن بلاي ده، he plays أصلا well. طب هو بيلعب جيد مثل صاحبه، يبقى he plays as well as his friends. حد مش فاهمها؟ نور ها اي ايت تمام. طب ما تجيليش انت في الامتحان تقول لي هات، لا انا عاوز من ده خلاص، عشان بس في ناس تروح سكه ثانيه. Who did you saw last Monday؟ تي مصدر. She didn't write مصدر. We yesterday جاز شهد ها. We wrote my uncle wrote he didn't. ترى مستر محمد هيجيب الامتحان كده ياسين. ايه لا في ها فلا ووز. I slept. We محمد went. طب ما الصعب جاي، انا بشرح السهل وبقول لك الصعب وبقول لك الصعب. ممكن تيجي كده ممكن تيجي كده، يبقى انت منتبه معايا. He stopped exercising a year ago. You eat an email now. All right. I eat at the moment. I'm drinking. محمد and يوسف. ها؟ Don't. طبعا هتلاقي الدهل اللي جاي يعملها لك ارنت على طول في الديب ويب ماشي. Not do you wearing school uniform are my uncle lives. طب لو فيها now is living خلاص. At the moment honey اني ديت لا انا بقول لك دونت. لو كانت واتش اه واتشنج بقى ماشي. نيجي للري رايت. احمد سيف قلت ولا سيف. Do you intend to intend ينوي to watch that play while going. بس يا حبيبي بس يا بابا بتبص له ليه وحشك؟ Are you going ها؟ طيب هنا سأقف قليلا. حبيبي الامتحان انا ممكن عمري ما هجيب لك حاجه ما خدتهاش تمام؟ انا ممكن اجيب لك حاجه قديمه افكرك بيها. حاجة إيه؟ قديم أفكرك بيه تبقى سهل بس بختبر دي برضو. Are you going to watch the play؟ كمل يا كمل ها كمل. No boy is cleverer than Sammy. As cleverest. Sammy is ها؟ لا cleverest كده غلط. The cleverest. The cleverest boy in our class. ممكن يقول لي as
او يستعبط اللي هو انا يعني. واجيبها لك سو اجيبها لك سو. طب بتتقال ازاي سو؟ هتلاقي في طبعا الديب ويب يقول لك سو اللي عكس بيكوز. لا مش هتنفع، احنا واخدين في المقارنه سو صفه ايه؟ اس. يبقى هنقولها ازاي؟ نو نو بوي. لا مش هينفع نو بوي بقى. لا عاوز سو. ها يجيبها ازاي؟ لفتها ازاي؟ ده ما عملتش مقارنة. عاوز سو. احنا قلنا بتيجي في جملة منفية، فأنت لو استخدمت نو بوي كده شكل الجملة ما فيهوش نوت، يعني مش منفية. تمام؟ جملة منفية قصدي فيه نوت. هي نو بوي ماشي. أنا عايز بقى نوت، أجيبها بنوت إزاي؟ The other ماشي حلو. The other boys aren't so clever as Sam. Excellent. الله يبارك لك. خلاص؟ تاني تبقى the other students aren't اللي انا عايزها هي النافية يعني. So clever as Sammy. خلاص؟ There isn't أو boy يعني. تمام؟ The other boys. There aren't any boy. There aren't any. There isn't any boy. So clever as me. Sammy. There isn't. خلاص؟ Three. The telephone rang while I was reading a story. ماشي دي when. when سهل، هنبدل الجملتين. ماشي يجي يقول لي ايه؟ on. يطلب مني on. زيها زي while. بجيب بعدها حرف ايه؟ جر. يبقى on reading the story the telephone rang. طب يطلب مني during. ها during reading the story. خلاص ماشي. فور محمد. I arranged to visit my uncle in Tanta tomorrow. I am visiting my uncle in Tanta tomorrow. ماشي. Five. She has prepared her bag to travel to London. She. أحمد. She is going. هنا براحتك. يا إما she is going to London على طول وهي الأفضل. تمام؟ لأن هي خلاص هو جهزت. يبقى ده ترتيبات present continuous. يا إما واحد يقول لي she is going to travel to London. أتجاوز عنها بره. Five. عمر. Do you intend to play basketball next weekend? Are you going to يعني intend ينوي. Are you going to play basketball next weekend? Six. معانا كارن. They decided to open the new project. Going. كارن. ماس. They are going to open the new project. They are going to open
the new project. I've already arranged it. Mariam? I'm visiting the museum tomorrow. I am going to visit the museum tomorrow. I was visiting. خلاص واضحة. I'm visiting the museum tomorrow. لو قال لي plan. Plan. أيوة. My plan, خطتي, is to. أو I have a plan to visit. يبقى مش هتقول لي I plan. كده أنا بتكلم عن عادة غلط. إنما أنا عندي خطة. يبقى I have a plan. ماشي؟ 8. The telephone rang during our breakfast. Why? Small capital مش مشكلة بس في الامتحان التزم بيه. While our breakfast. لا. While جملة. Yeah, verb ing. Eating يبقى while eating breakfast أو having our breakfast. يا إما تقول while we were eating or having our breakfast. خلاص؟ طيب يطلب لي يقول لي it was it was بنفس الجملة دي it was هاتها it was عايز نفس المثال بس it was It was. It was. It was breakfast. When? انت قلت it was بعدين قلت why. لا قلت it was breakfast. يا عم انا عارف انت قلت ايه. وانا سمعت وانا نفس الحاسه انت حاسه وانا حاسه حاسه بحاسه بقى ونجيبه حد يحس بينا بقى ماشي it was breakfast it was انت عمال تقول جمل اهو مره it was breakfast when the telephone rang it was breakfast when the telephone rang ايه I saw my friends While I was at the party during Malak, I saw my friends. أيوة. During إيه أثناء الإيه؟ أنت خلاص قلت كل ده. During إيه؟ The party. During the party أثناء الحفلة على طول ملك Helen is still doing her homework Helen isn't إزاي وهو طالب يت طالب يت نفي يت نفي واحد اثنين ثلاثة مش عايز كلام present perfect negative present perfect كلمة يت تيجي في present perfect اللي هو بيتكون من has أو have plus past participle بس نفي يبقى نقوله Helen hasn't يا إما تقولي لي finished يا إما done her homework إيه yet sorry نشيل while ونحط when في النص ها
one small يا حبيبتي. هو ينفع اقول when I was walking to school؟ ها؟ هو بس عايزها سمول. في النص هي سمول اهي. طالما في طول الان كده يبقى سمول. ماشي؟ كبرت كده عايزه اللي يراعيها يبقى كده. سالم may be in بورسعيد، he may be in Alexandria. نور. ها؟ سالم هاتي الفعل عادي، هي المشكلة يا بورسعيد يا مين؟ يا الكسندريا، يبقى سالم may be in either، هي حالة نفسها على فكرة، in either بورسعيد or الكسندريا. He did his homework. ايه؟ لا he لا present perfect already، يبقى انا عايز present perfect. He has already done his homework. هجيبها له ازاي already غير الا في present perfect. صافي didn't have a bed. She didn't have her books neither. نور كلميني عن صافي. الصوت يا حبيبي، الصوت يا بابا. اولا عشان استخدم neither ومعاها didn't ده غلط، هرجع didn't have دي مثبتة، يبقى صافي had neither a pen nor her books. خلاص. المشكلة في ايه بقى؟ ده اكيد ابني وعامل مشاكل. المشكلة لو جاب لي ايه؟ either. صاير either يا ابني يا حبيبي في ايه؟ بتتكلم في ايه؟ قول لي بس كده بتتكلم في ايه؟ والله لو لقيت الموضوع مهم هاجي اتكلم معاك. ملعون ابو الحصة يا عم. قول لي. اتكلم في ايه يا سيدي؟ المرة الجاية اطلعوا بره. كملوا كلامكم بره. قول له ما تكلمنيش. ابقى عرفت كده. خلاص؟ نايدر. هنا بقى في الجملة ديت عايز ايدر. نفس المثال طلب نايدر رجعنا النفي ده. صافي. ها؟ didn't have. ها didn't have either a pen or her books. تاني صافي بدل هات خليها didn't have either a pen or books. هنزلها فيديو. He didn't phone me. He didn't write to me. Got it. He لا
لا مش كلها هاد بقى، هنا كان هاف يملك فجبت الباست هاد، هنا في فيرب تاني اهو فون، يبقى هي ايه؟ الاول الغي النفي واكتب هي ايه؟ نايذر، لا عمل ايه ولا ايه؟ نايذر فون ولا فوند؟ فوند نور روت. اللي مش فاهمها يقول. انا على حسب الفعل اللي موجود قدامي بتعامل. هو الفيرب فوق كان هاف، انا جبت هاد، هنا فون، ممكن يبقى فيرب تو بي از، يعني شي ازنت هير خلاص مثلا، وشي ازنت ان ات ورك مثلا، يبقى شي از نايذر هير نور ات ورك. جمله ايه تاني بيقول كده؟ شي ازنت هير، شي isn't at work. فمرة هيقول لي استخدم either ومرة يقول لي ايه؟ neither. لما هقول neither نشيل النفي، يبقى she is neither، ما هي neither شايلة نفي في نفسها، she is neither here nor at work. طب عايز either، يبقى she isn't either here no, or sorry or at work. ماشي؟ she has left for Spain gun. she شي ايوه حبيبتي قول. هو عايز مين؟ جن صح؟ ده تصريف ثالث. طالما قال لي تصريف ثالث ابص انا كده، انا بص دي ايزي هاز صح؟ طب ابص على اللي بعدها لقيتها باست بارتيسيبل برضه، يبقى دي هاز. طب جن التصريف الثالث من جو، يبقى انا هقول كده شي هاز جن، بس مش فور سبين بقى، تو سبين. ما هي لفت فور يعني غادرت. She has gone to Spain. راحت ولم تأتي. I didn't see Ali. I didn't see his brother. I لا أنا هشيل النفي. النفي بالفعل المساعد. يعني didn't doesn't don't بشيلهم. إنما isn't بشيل not بس. Aren't بشيل not بس. I neither. الماضي يا حكا. So علي nor his brother. الفيرب عندي سي، زمن الجملة past simple، ده في دماغ، يبقى I neither. رجع الزمن تاني، يبقى I neither so علي nor his a brother. طيب لو الجملة كده الزمن ده يعني هاف سين، هكتبها ازاي؟ يعني الجمله كده اهو اي وهاف سين علي نور كذا خلاص. نايذر مكانها ازاي يا ترى؟ اي نايذر هاف سين ولا اي هاف نايذر سين
ولا I have seen neither Ali nor I have neither seen. I have neither seen Ali nor his friends. يبقى neither في لو الزمن مكون من جزئين neither وسطهم فعل المساعد والايه الفيرب يعني is writing يبقى he is neither writing nor doing his homework مش he neither is writing ماشي The last time I went on holiday was last year. Larry, I haven't gone أكيد ولا been. I haven't been. ليه been؟ رحلة راح مكان ورجع راح في عطلة يبقى have been. يبقى I haven't been on هنا went عادي go on holiday went on holiday يبقى I haven't been on holiday ها since last ماشي last ايه هنا last year ليه ما قلناش been in holiday on holiday holiday مع حرف الجر on Jazz. We didn't study and we didn't write the homework. Neither. We neither studied. Nor. Nor. Wrote the homework. The homework. Chatra Yamal. بعد كده. منى is thinner than Nadia. ياسين. Nadia is fatter than she started teaching English in 2005. Has been. She has been teaching English since 2005 أو she has been a teacher ما هو خلاص شيلوا إن نحطه since أسهل لنا يعني قول فور بقى واجمع واطرح أصل أنا ضعيف في المادة 22 محمد صاحب اجمل ابتسامه فشيخ لي بقه طول الحصه ما اعرفش ليه في ايه ما اعرفش The tiger is more dangerous than the dog هنعكس يبقى the dog is ماشي شاطر يا محمد find the mistake find انت بقى find the mistake يعني شوف العقاب بقى مش اللي هو correct the mistake لا find the mistake نبيل ايه هي اوجد الخطا بس بقول انا صلحت ده عندهم وادم يلا يا نبيل he made some friends when he stayed in Cairo when he وين يا ترى؟ stayed ولا when he was staying؟ ها was staying الدين بيقول ايه؟ وين يجي بعدها ايه؟ بصم اللي هو ايه؟ تاي بس انا لما جيت شرحت لك قلت هتلاقي حلو ماشي قبلها بصم وبعدها
كان باست سمبل برضه، لا سوري قبلها كان باست كونتينيوس او باست سمبل لو حدثين ايه ورا بعض. خلوا بالكم يا جماعه من حته الحدثين ورا بعض والكلام ده يا حبيبي. اقول لك when I opened the door I saw علي، ده حدثين ورا بعض. لقيت first وذن يبقى فيها ماضي تام. لقيت first وذن يبقى فيها ماضي تام اللي هو بتاع هاد والتصريف الثالث، ما علينا بدي دلوقتي. لما جينا شرحنا when و while قلنا احيانا احيانا الاقي المعنى ب when لازم يجي بعده ماضي مستمر. احيانا انما هي القاعده بتقول when بعدها past ايه؟ past simple. فدي ما تجيش في امتحان، لان انت لو قلت لي stayed هعتبرها لك صح، وقلت لي was staying برضه هعتبرها لك ايه؟ صح. المعنى يجوز الاثنين. stay يقيم. فيقيم ده ممكن يجي فعل مستمر. مش حدث قاطع، فما يجيش past simple. يعني ما ينفعش اقول when I stayed. ده الغلط فيهم stayed. ده هنا في الجمله دي الغلط فيهم stayed. الاصح was staying. تمام؟ اه لان هو الاصول كان يقول وايد. ماشي؟ تو ما تقول حاجه. While I was being in Banha, I met an old friend. ها؟ have been ازاي؟ هي while ينفع بعدها have been. While I was خلاص مفيش was being. مفيش was being غير الا في الباسيف. تمام؟ I had نعم؟ تبقى was بس. While I was لما كنت في القاهرة. While I was in Cairo. While I was in Banha. خالد. I كان هو جنبي بس. يبقى نقوله I was a having. يا حبيبي سلام ورحمه الله. اه موجودين. ماشي. I helped my mother while she was cooking. اه هنا تزامن الاثنين حدثين مع بعض مش حدث قاطع، يبقى هقول I was a helping. Did you go out last night or did you busy? هادي. Did you go out last night or did you busy? فيها غلطتين دي على طلع الأولى، لازم تطلع واحدة الأول. طلع. هاريو ازاي؟ ها؟ هي مش دي صفة هادي؟ ها؟ طيب يبقى ينفع ديت معاها؟ يبقى المفروض دي وير. صح؟ يو وير. بس خلاص انا عملت تكوين السؤال في جزء اهو. اور اكتبها بقى كده مش وير يو، اور يو وير. ابدل الترتيب مش وير يو بيزي، لا يو وير بيزي. عشان حبيبي انا بتكوين يعني ما اقول لك مثلا ايه كان يو تيل مي وين داز احمد ليف ولا وير احمد ليفز؟ ها؟ وير احمد لبس. يبقى السؤال بيبقى في مقطع واحد فقط بعد كده جمله. فهنا برضو did you go out last night or you were busy؟ ما ارجعش اقول بقى سؤالين في علامه استفهام واحده غلط. where you ده غلط. we were good friends. لا الاول I was watching TV while my phone rang. يعني انت هتشيل while تجيبها هنا او نشيل وايل ونحط ايه وين؟ ماشي صح. السؤال مستيك هنا يبقى صلح هنا.
We were good friends. We were knowing each other well. Mean. ايه مش عارفها مش محتاجه يعني ار ازاي يا حبيبي يا ابني يا حبيبي ار ازاي يعني it doesn't make sense يعني يقول لك وير اجيبها انا ار ازاي ار نوينج يعني بدل وير نوينج ده افعال الاراده تمام ما بتجيش مستمر نو تخيل كده اما تقف في سؤال اجابته نو نو غلطت في ايه يا ابني نو they are married for 20 years انت يا باشا هو اللي بيتكلم انت ايوه ما هو مش انت كده ها لا مين اللي بيحل يعني؟ انا حل احنا قلناها كده هاف بن مارد they have been married صح مش اي ان جي have been married دي مبني للمجهول the present perfect continuous بص يا حبيبي الفرق لما اقول لك I have walked for 2 hours I have been walking for 2 hours حدثين اهو اثنين ان شاء الله لمعة في عينيكم بتنور دنياي والله بصيص I have walked for 2 hours. I have been walking for 2 hours. ده انتهى. بمعنى يعني انتهى. يعني هو عامل خلص ماشي طب الثاني فين يا ابني يا مستر سيبني يا مستر ده انا بص من الصبح بقالي ساعتين ماشي يبقى الولد لسه ماشي في حاله مشي لسه انما انت جيت على ايه يا ابني يا حبيبي مالك عرقان كده ليه والله يا مستر I have walked for 2 hours ماشي نعيدها تاني هنشوفها في البنك شوف كم نقطة كده اه طبعا ما كنت مسافر بقى المرة اللي فاتت المرة دي قاعد له They haven't a holiday since 10 years حضرت كل المجاميع إلا بتاعتهم والله فضل المرة دي بقى العكس مش هقدر كله إلا أنت They haven't a holiday since 10 years. شيل سنس ونحط How long have you been having that camera? How often? كل قد ايه بتاخد الكاميرا؟ عارفها؟ مين اللي بيقول؟ ماشي بس كده؟ Have you had تملك How long have you had that camera؟ أنا عايز أقول القلم ده بقى له معايا سنتين يبقى ما أقولش I am having this pen لا ها I have had this pen for نعم هاف ليها معنيين بص يا حبيبي تاني
يقول لك have ومعاها dinner مثلا او drink وكده بمعنى ياكل. I have ثانيه بمعنى مثلا يملك. خلاص؟ لو انت عايز تقول انا معايا قلم هتقولها ازاي؟ I have a pen. ده دلوقتي خلاص ده ملكيه حاليه. انما انت عايز تقول لي المده بتاعه الملكيه يبقى نحول من present simple ل present ايه؟ perfect. perfect. زي مثلا اقول لك كده انت تعرف مازن؟ اه I know مازن. انما عايز تقول من سنتين يبقى نقولها ازاي؟ I know مازن for 2 years. I have known. وما تقوليش بقى I have been knowing. عشان افعال الحس والشعور والفهم والادراك والتملك كل دول ما يجوش في حاله استمرار ما يجوش اي ان جي. فهنا التملك هقول اي هاف هاد. الفعل الاصلي هاف اجيب بريزنت بيرفكت بيتكون من هاف او هاف وباست بارتيسيبل. الفعل الاصلي هاف يبقى هاد. هاف يو هاد او اي هاف هاد. هاو لونج هاف يو بين هافينج يبقى اشطب بين هافينج ديت هاد. 11 ينفع نقول جت؟ لا اصل الحصول على شيء ما يؤكدش الملكيه. انت فاهمه؟ ايوه ايوه فهمت. ماشي. How much the book do you read? How much of المفروض do you read؟ استاذ ها؟ How much ايه؟ لا how many books؟ اصل هو بيقول لي ذات بوك من الكتاب ده جاي كحالها عمال. How much of that book؟ قد ايه من الكتاب؟ نعم. فين الغلطة؟ لسه ما جبناش الغلطة. أنا بصلح الكلمة. بصلحها بس. نايس اوف بس. مين اللي طلع عليه الضوء؟ احمد. عمر. ليه يا ابني هاف يو بين ريدنج؟ ليه بتدخلوا الازمنه في بعض؟ انا عايز اقول لك انتهيت من قد ايه؟ يبقى هاو لونج هاو ماتش اوف ذات بوك هاف يو ريد ولا اوريدي ولا اوريدي هاف يو ريد على طول هاف يو ريد مالك؟ ها؟ ديد ليه؟ مش هو في جزء من الكتاب انا عايز اساله انهيته؟ تمام؟ هل هو خلص الكتاب كله؟ زي لما اقول لك انت عملت الواجب بقول لك ايه؟ Did you do your homework ولا have you done your homework؟ يبقى انا بسال عن الاكتمال او النقص. ايوه يا هو ده الصح يبقى how much of that book have you read؟ اللي هو اتممت قراءته. ماشي؟ انما لو انت قريت الكتاب اسالك بقى انت قريت الكتاب ده امتى؟ When did you read the book؟ يبقى ديت have you read. Have مفيش بن يا ابني. لا انا قلت بن. ما قلت فين؟ 2000 دي. 2000 دي. اختلط عليا. معلش. انا معاق. استحملوني معلش. ده ابعتها دي هات لي التشوز. قليلا من الاختيار قليلا من الاختيار. نعم قليلا عشان تحل حلو في الامتحان يعني. Not means not ordinary or usual but different. ها؟ اه اونلاين. ماس. لا محضر الاجابة. ماس. ماس. طب مريم. سبيشال. سبيشال. A reduction
in the usual prices. Price of something means. Mariam. Discount. Discount. The internet is a form of the latest. Karen. Technology. Technology. Muhammad Salah is all over the world. Mazen. A or B. Known or popular. Let's. Sara. Let's go. What is the car? Mala. What is. What price? What price? من غير لي. ما في يا اختي؟ يا بنتي دي واحدة تانية. طبعا اللي بعدها what color. موتوا في الهجايز. موتوا في الهجايز. This TV is a big discount. Mala. Eh? Has. جماعة لو سمحت اللي بيجاوب مع نفسه سر. خلاص عشان في ناس بتتوتر في الإجابة. The car didn't hit him. He was. يعني العربية خبطته هو ما كانش محظوظ. صح he was unlucky. طب صدقوا بالله. ازاي يا مستر didn't hit him. didn't ايوه كده. He was. بتغفليني. بتقولي لي ما خبطته؟ ما كان تايم بصراحة. This book as interesting as who is he؟ أحمد ولا أيمن؟ يا ابني يا حبيبي. ها؟ تولر. I won't be late. Shut up. Promise. I promise. Jude, the trousers you bought for me not fit me. خلي بالك من الجملة دي. ها؟ Trousers. ها don't fit me. هنا fit بمعنى يناسب او يلائم. خلاص ده هنا verb. انما لو قلت he not fit يبقى ديت هي ايه is او ايه isn't صفه لائق. يبقى fit ديت تنفع verb وتنفع adjective على حسب المعنى. الاري مين؟ شاه. We need to leave soon. It's a late. الوقت بيتأخر. It is getting late. ماشي نكمل يا شباب بقى. ابعت لكم ده بي دي اف انسر وابعت لكم التوريك. خلاص عشان في تعليقات برضو على الجمل دي ما تتفرجش عليها طبعا. ها طبعا هبعت الريكورد وانت ما تتفرجش عليه. انتوا بتعملوا عكس اللي بيتقال طبعا. ما تذاكروش للامتحان. طبعا ما تركزوش على الحتت المهمه.
ايه طبعا مار ماشي. اتفضلي يا كارت، اتفضلي يا مريم.